بداية نرحب بالجميع في مدرسة طلاق المأسورين، زي ما اتفقنا وكل مرة بنتفق أنه هذه الخدمة مخصصة للتحرير الشخصي، ممكن تساعد نفسك أنك تحرر نفسك، وأيضا ممكن تساعد آخرين، وممكن أيضا تساعد كنيستك في هذا الموضوع من التعليم، وموجود كل اللي احنا بنعمله على اليوتيوب على مدرسة إطلاق المأسورين، وأي تواصل معنا ممكن يكون عن طريق الواتساب، هذا تليفون الواتساب ممكن نستخدمه ونتواصل لأجل الوصول إلى أي سؤال أو أي جواب أو أي احتياج ممكن نحتاجه. في وصية وصتني إياها الأخت كوثر، قالت لي إنه احكي هادي هادي حتى الناس تقدر تسمعك بهدوء، فراح أتكلم على مهلي. هذا السؤال وصلني، سؤال البرنامج، سؤال وصلني، وهذا السؤال مهم جدا، أحب أحكيه مع بعضنا البعض، يمكن بعضكم يعرف الإجابة الجزئية لهذا السؤال. هل يمكن رمي الحجاب خارج البيت أو التخلص منه بأي طريقة غير الحرق؟ بالمناسبة دائما اللي يعمل حجاب يخاف من موضوع الحرق، ممكن يقول لك تخلص من الحجاب، ارميه برا، ارميه بالمي، ارميه بأي مكان، لكن اوعى انك تحرق الحجاب. هذا اللي يحكيه دائما العراف. خلينا نكمل السؤال. حتى لو كان هذا الحجاب للحماية، بعض الأوقات احنا نفتكر الحجابات اللي تعمل من الشمامسة هي للحماية، او نروح على عراف نروح نقول له اعمل لنا حجاب للحماية. هل حتى لو كان هذا الحجاب للحماية وعمل من شماس، عمل من رجل دين مثلا، وهل يمكن لشخص بعيد عن الرب هو الذي يقوم بهذا العمل وليس مدرس؟ يعني مثلا لو شخص أب أو أم أو زوجة هي اللي عملت هذا الحجاب واحتفظت بهذا الحجاب عندها، عملت هذا الحجاب لزوجها، لابنها، عمل هذا الحجاب لأي واحد من العائلة. طيب، والحجاب ما زال موجود، لكن الشخص اللي عامل الحجاب مش راضي انه يتخلى عنه، مش راضي، خايف، يقول لك يعني وصاني الشماسة، وصاني الساحر انه لو انا خرقت هذا الموضوع راح يسبب خطر. هل ممكن هذا الشخص يقوم او هو يقوم بعمل معين، ولا نحتاج مؤمن او خادم او رجل يكون له خبرة بهذا الموضوع بحرق هذا او التخلص ما عنده؟ راح نجاوب على هذا السؤال وما خطورة الموضوع. طيب، خلي الجواب من عبارة عن بعدين. البعد الأول هو الطريقة الفعالة للتخلص من الحجاب، والطريقة مش بس الفعالة ولكن الأساسية واللي لازم تحصل، غير طريقة مش نافعة. مش نافعة الفعالة التخلص من الحجاب هو الحرق، أي مكان خارج البيت، خارج البيت حجاب، مهما كان طريقة الحجاب، كان معمول من ورق، معمول من جلد، معمول من أي طريقة كانت، لازم يحرق، لا يرمى في الماء ولا بالحمام ولا بالبحر. والسبب لأن الحجاب هو عبارة عن عقد شيطاني ساري مفعول حتى بعد التخلص منه. الحرق هو الطريقة الوحيدة التي تبطل مفعوله بالكامل. يعني لو أنت أخذت حجاب ورحت رميته بالبحر، أنت ما عملت شيء، سوى أنك أنت أعطيت عقد وأعطيت legal right، أي حق شرعي للأرواح الموجودة في البحار، أنه هي الأخرى تكمل عليك فوق اللي أتاك من الحجاب. أو رميته في مجاري المياه، نفس الموضوع، مش راح ينفع. لا تحاول أنك تتخلص منه بهاي الطريقة لأنك خفت من تهديد حكاه الساحر أو العراف أو الشماس أو أي شخص آخر. الحجاب مهما يكون عمله لازم يحرق، لازم يحرق بالكامل. هذا واحد. اثنين، يجب أن يتم التخلص منه، وهي نقطة أيضا هامة لازم تخليها قدامك، يجب أن يتم التخلص منه بالصلاة أولا. ليه بالصلاة أولا؟ لأنه الحجاب مش عبارة عن ورقة وخلص، الحجاب موجود جواته كتابات، هذه الكتابات هي عبارة عن لعنات، لعنات كلامية مكتوبة جوات هذا الحجاب. ممكن تكون هذه اللعنات عبارة عن ربط زواج، ربط أمور مادية، ربط بالصحة، ربط بأي شيء آخر. فهذه الكلمات المكتوبة جوات الحجاب قبل أن تحرق، قبل أن ترمي حجابك، لازم تعمل شيء، تصلي أنت أو تخلي شخص، لو أنت بعيد عن هذا الشخص وصي هذا الشخص، قل له صلي بعدي بهذه الطريقة، أنا أكسر كل الكلمات المكتوبة في هذا الحجاب، كل اللعنات، كل الارتباط. الحجاب بعض الأوقات يستخدم كعقد زواج،
اكتبوا على كلامي، عقد زواج عراف يخلي امرأة مرتبطة بروح شريرة عن طريق هذا العقد. فلو أنت رميت هذا العقد أو احتفظت خليته بالماء أو لم يمزق تمزيق كامل ويحرق وتكسر ما كتب جوات هذا العقد، رح يبقى سائر المفعول حتى لو أنت رميته بأي مكان. هذا السبب رح أعطي فرصة للسؤال، أنا بعرف عندكم أسئلة عن هذا الموضوع بس خلونا يكفي كلامي. لا كمان مش بس كسر اللعنات، لكن فك الربط. الربط مهم. ليه بيعمل اصلا الحجاب او ليه بيعمل تعمل خيوط العقد او الربط؟ لانه بده يربط عن الكلام مثلا. يعني لو كان في اثنين او ثلاثه شايفين موضوع مش مزبوط وبيحكوا في موضوع معين، فالعراف يربط لسان هدول الاشخاص حتى لا يتكلموا، فتلاقي الامور تمشي بسهوله والناس اللي كانت معترضه توافق. السبب مش لانه المواضيع صح، لا، لانه العراف شو عمل؟ عمل ربط للسان، ربط للسان، وسبب عمله، ومن ثم يتم إخراجه خارج البيت وحرقه والتأكد كونه قد أتلف بالكامل. يعني مو تعطي الشخص وتقول له روح أحرق هذا الحجاب، لازم أنت تتأكد بنفسك أنه تم التعامل معه وتم إتلافه بالكامل. طبعا كل هذه الصلاة ترفع باسم فقط الرب يسوع ومن خلال قوة وعمل دم الرب يسوع. ثالثا، لو الحجاب معمول من شماس أو عراف لا يفرق، هو عهد، وخصوصا إذا عمل مع الحجاب دم أو وضع بالماء وتم شرب يعني بعد ما وضع بالماء قال لك اشرب هذا الماء، هذا السحر يدخل مباشرة يدخل أرواح الشريرة. فإذا بعض الأوقات إحنا نفرق ونقول هذا من الكنيسة، هذا من مكان، ما دام اسمه حجاب هو معمول تحت تأثيرات أرواح شريرة. حتى لو عملوا شماس، حتى لو عملوا قسيس، حتى لو عملوا كاهن، مين ما عملوا، اسمه حجاب. حجاب يعني ربط، حجاب يعني عهد مع غير الرب. حجاب حتى لو في كلمات من الإنجيل، بس أنت تعرف أنه حجاب، مش مع كتبت آية خليتها في جيبك أصبحت حجاب، لا، خلونا نكون فكرنا أوسع. حجاب حدا تروح عليه عراف شماس يقول لك هذا حجاب، أنا بعطيك حجاب. شو مكتوب جواته؟ مكتوب جواته آيات. لا تفكر بالمكتوب جواته آية ومش آية، لا، ما دام سمعت أنه حجاب حماية، معناته أنه في حدا بيقول لك أنا بستغني عن دم يسوع اللي يحميك، أنا بستغني عن إلهك اللي بيحميك، حتى لو باخذ بعض الكلمات، بستخدم بعض الكلمات من الإنجيل، هذه كلها تجيب لك مشاكل، فتجنب هذه الأشياء لأنه ممكن تضرك كثير في هذا الموضوع. طيب خلونا نشوف. رابعا، في حال كون الإنسان الذي عمل له الحجاب بالغ، عمره فوق 18 سنة، ولكن الحجاب مش عنده، الحجاب موجود ببلد آخر أو موجود عند الأم والآب أو مخفي عنه، كيف يتعامل؟ كيف يتصرف مع هذا النوع من الحجابات؟ حجاب مخفي مش عارف وينه، تركته بالبلاد وأنا سافرت بلد آخر، موجود عند الأب لكن الأب خايف أنه يستخدمه، موجود عند الأم والأم ضامته في مكان معين مخليه، طب كيف أتصرف؟ هنا يقوم الإنسان البالغ، اسمعوني زين، بمساعدة الخادم المسؤول بقطع أهم شيء روابط الدم. روابط الدم هي الجسور، هي الخطوط اللي ينتقل من عندها التأثير أو السلطة ما بين الأم والأب والولد. فلو كان كنت أنا عمري فوق 18 سنة وحصل عرفت أنه أبوي أو أمي عاملين حجاب ولكن مش راضين إيمانهم ضعيف خايفين علي، كيف أتصرف؟ أول خطوة بالاتفاق أن اتفق اثنان منكم على أي شيء في الأرض أو طلبة في الأرض تكون لهم في السماء، كل ما تربطونه يكون مربوط، كل ما تحلونه يكون محلو. إذا بالاتفاق مع خادم ممسوح بالروح القدس فاهم في هذا المجال، أقوم بشيء اسمه قطع روابط الدم لمن فعل الحجاب، أم أب أو زوجة، هذا واحد. أول شيء أقطع خط الدم، أعلن باسم يسوع المسيح الناصري خط الدم بيني وبين فلان. مش بس خط الدم، خط الدم والروابط النفسية. يعني لو الزوجة عاملة هذا الحجاب لزوجها
هذا ما في خط دم، لكن شو في روابط نفسيه، في خطوط للروابط النفسيه. اذا بالنسبه للزوجه وما يتبع هذا الموضوع، انا اقطع روابط النفسيه، شو اللي بيربطني بهذه الاسره، بهذا الموضوع، انا اقطعه من خلال دم المسيح. طيب لو كان معمول عن طريق خط الدم، اقطع خط الدم. الخطوه الثانيه لازم اعمل ايضا هو الغاء حقل المكان. هنا يقوم الانسان البالغ بمساعده الخادم المسؤول بقطع روابط الدم لمن فعل الحجاب، قلنا، والغاء جميع الحقوق القانونيه والروابط النفسيه، واعلان دم المسيح على الحجاب وابطال مفعوله بالكامل وتاثيراته او تجديده في المستقبل من دون علم الشخص. يعني مش تروح تقول لابوك او لامك او زوجتك انا راح اعمل هاي الطريقه، لا، هذا الموضوع تخليه سري، هذا الموضوع انت تعمله مع خادم، انت تعمله مع خدمه التحرير، اطلاق المسؤولي مثلا، تتفق معنا، تتفق مع بعض الاخوه الموجودين في هاي المدرسه اني انا على حياتي حجاب، بده تتفقوا معي، بده تتحدوا معي، بدنا نبطل تاثير ومفعول هذا الحجاب بالكامل من على حياتي، انا هيك شايف، انا هيك عارف. مجرد ما انت تبطل الحجاب، اللي راح يعرف الشخص اللي راح يعرف بإبطالة الحجاب هو اللي عمل لك الحجاب، مش الأب أو الأم، لا، الساحر أو العراف أو الشماس راح يبلغوا الأرواح الشريرة أنه انتهى تأثيرات هذا الحجاب على الشخص الفلاني. راح يحاول مرة أخرى أنه يعيد النشاط، راح يحاول أقول لك طب أنا أوكي انقطع تأثير هذا الحجاب، خليني أجدد الحجابات الجديدة أو استخدم حجابات اسمها طيارة، طيارة يعني تنتقل من مكان إلى مكان بعيد. لما أنت تقطع بشكل قانوني خط الدم، تتوقف هذه الحجابات من الانتقال من شخص لآخر. أهم خطوة لازم تقطع خط الدم، تقطع الروابط النفسية اللي تربطك بالآخر. هذه الخطوتين مهمة مع إلغاء، شو اللي تلغي؟ الحقوق القانونية. يعني شو الحقوق القانونية؟ يعني أي شيء يعطي سلطان على حياتي من شخص آخر. يعني الأب أو الأم لهم حقوق قانونية، هما الأكبر في الأسرة، الزوجة لها حق لأنه هي الزوجة معين نظير. أي شخص يدخل معي في حقوق قانونية على حياتي، تأثير قانوني من هذا الشخص، هذا الحق القانوني يجي قوته من الحجاب اللي عمل. فلو أنت قطعت الطريق، قطعت الأمور القانونية أو قطعت الحقوق القانونية اللي جت ووقفت أو قطعت الروابط النفسية، وهذا كله يتم من خلال إعلان دم المسيح. لما تقول أنا بعلن دم المسيح، وبعلن أنه دم المسيح يقف بالنص بين الدم اللي أنا استقبلته من عائلتي، استقبلته من عائلتي عن طريق الوراثة، أنا بعلن دم المسيح. هون دم المسيح شو بيعمل؟ مباشرة يتكلم دم راش، يتكلم دائما، يتكلم هذا الدم مع السلطة اللي هي الأدنى، السلطة اللي أطلقت على حياتك اللعنة من خلال هذا الحجاب، فيكسر دم المسيح كل سلطة كلامية، كل سلطة قيلت عليك جوات هذا الحجاب. دم المسيح يبطل هذه السلطة لأنه دم أقوى، لأنه دم كريم، لأنه دم معروف، دم أزلي، دم المسيح، فيوقف. لما يوقف هذه النقطة ترجع تعلن الدم على الحقوق القانونية، تنكسر مباشرة الحقوق القانونية لأن المسيح صار لعنة لأجلك، فرفع عنك اللعنة، رفع عنك كل شيء، فتطلق الدم على الحقوق القانونية. خطوة ثالثة، تقطع الروابط النفسية. الروابط النفسية هي اتصالات الجسد، يعني الزوج وزوجته، العلاقة الزوجية هاي تدخل روابط نفسية، فتقطع الروابط النفسية، حتى الروابط غير النقية تنقطع بالكامل عن طريق الكلام، عن طريق أعلانك، عن طريق دم المسيح. توقف كل هاي التأثيرات مش بس عنك، لكن لازم أيضا توقفها عن التجديد والتأثير في المستقبل، يعني على حياتك وعلى أولادك. لما تقول أنا بقطع، أنا بلغي، أنا بكسر، أنا بتخلى عن روابط الدم، أنا بعلن أنه اللعنة انكسرت من على حياتي شخصيا، ومن على أولادي، ومن على مستقبلي بالكامل. وهذا مهم جدا. لو أنت عرفت نوع الحجاب المعمول إلك، يعني مثلا حجاب للأمور للزواج، مثلا للزواج، فتحدد بالاسم أنا بقطع هذا الحجاب وقوته وتأثيره من على حياتي، فالمسؤول عن الارتباط، عن الزواج، عن العلاقة الزوجية، عن أولادي، عن زواج أولادي،
بالاسم توقف هذا الحجاب مباشرة، ينكسر وتجي مباشرة من جديد تحتمي بدم الرب يسوع. لازم تحتمي بدم الرب. لا، هذا الموضوع بقالنا سنين شايفينه قدامنا، الحجابات اللي تتجدد، شخص يروح يتحرر بعد شهر ترجع له الأرواح بسبب الحجابات، تطلع مرة ثانية نسأل ليه أنت هون، يقول أنا رجعت بسبب الحجاب، ما زال الحجاب مدفون، ما زال الحجاب شغال، يرجع. في حالة الحجابات المدفونة واللي أنت أيضا ما تعرف عليه أي شيء، هون في سلطة ثالثة لازم أيضا تستخدمها. الرب حكى في عبرانيين 1:14 عن الملائكة، قال إنها أرواح خادمة مرسلة للعتيدين أن يرثوا الخلاص. واحد من مسؤوليات الهمة هي إتلاف الحجابات للملائكة، فلما تعلن وأنت بالاتفاق مع خادم ممسوح أن الملائكة تتلف كل حجابات مدفونة، كل حجابات طيارة، كل حجابات عملت بالسر وبالعلن، مباشرة لازم يكون عندك هذا الإيمان أنه كلامك له سلطان، هذه هي إرادة الرب، هذه مشيئة الرب، هذا هو تحذيرات الرب من السحر والحجاب، فمباشرة الأمر راح يطلع لتلف هذه الحجابات إن كانت مدفونة أو غير مدفونة أو أي شيء آخر. النقطة الأخيرة، تأكد من عدم شرب شيء عند فعل الحجاب، لأن في الأغلب يكون الساحر قد أعطى شراب مسحور مع الحجاب. أغلب الحجابات بعد مباشرة في شيء اسمه الهوم وورك أو الواجب البيتي، فبعض الأوقات يقول لك خذ هذا المي وخلي فيه الحجاب واشربه، بعض الأوقات يقول لك لا بخر، بعض الأوقات يقول لك جيب قطع من الملابس أو تحرك بهاي الطريقة أو خلي على جسدك هاي الطريقة. ففي شيء اسمه الواجب البيتي أو الهوم وورك، فلو أنت بعد ما كسرت هذا الحجاب أو صليت وشعرت وقت الصلاة أو وقت ما بيصلوا معك الأخوة إظهارات جسدية، يعني شفت مثلا انتفاخ موجود في البطن أو في الصدر كي يطلع هذا الانتفاخ مثل الكورة بالضبط، شفته موجود بداخلك، أعرف أنه هذا الحجاب كسر لكن قوة هذا الحجاب من السحر ما زالت موجودة بالداخل، لازم تطلع عن طريق الفم، وهذا اللي احنا عملناه من دقائق لما صلينا على المي. وظيفة المي انه يدخل الى داخل، وكل انواع الاسحار او كل الماء الملوث اللي انت اخذته، كل ما في بكتيريا، كل ما في سموم الافعى، كل ما في سحر اطلق على حياتك مجرد ما انت تشرب هذا المي وتعلن ايمانك مش في المي، في قوة اسم يسوع اللي اطلقت على هذا المي، في قوة اسم يسوع اللي اطلقت على هذا الزيت، الموضوع مختلف. راح تلاقي نفسك مباشرة صار عندك خنقة، بعد الخنقة تمسك على مكانات بداخل جسدك بهاي الطريقة، تشوف انه تحت يدك اشي تكور اصبح زي الكرة الصغيرة، حاول تدفع هذا الاشي للخارج خارج جسمك، هذا عبارة عن نوع من البكتيريا السامة اللي دخل بسبب هذا السحر اللي اخذ مكان جوات الجسد وعمل مشاكل، فيظهر على شكل كرة أو كرة صغيرة تتجمع في البطن أو في الصدر مع نوبات من الغضب والحركة جسدية غير منتظمة. يعني يرافق هذه الكرة تلاقي هذا الإنسان بدأ يغضب يعصب، وشه يتغير شكله وتبتدي يقع على الأرض ويبتدي يرفس بأرجله. ليه؟ لأنه هذا السحر معمول على جسد هذا الإنسان بطريقة معينة، حتى لو أنت لغيت الحجاب هو عامل مع الحجاب إشي ثاني اسمه الشراب السم أو سم الأفاعي أو أي شيء تقدر تسميه، أنه دخل جوات الجسد فيحتاج إلى حرية من هذا الموضوع باسم يسوع.